他们很大黑乌龟，所以我很想没拿地主的一些方法。我的话到的是说说我是说的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 是说أولا يعرفوا إزاي الشغل العربية وإزاي بسوع الكلام دمة الدين بيعمل سيادة وفولو أول معاك لمحافظة على العربية بعد كده وقدر ما حافظت على العربية قدر ما العربية هتمشي معاك كويس وتعيش فترة طويلة وده الحقيقة اللي بتفتقد كتير في التعامل مع الأطفال في الترمز بعد ما بيخطوا وكتير للأسف قطع الصلة بيننا وبينهم بشكل جزئي أو كلي وبالتالي الأوتكم أو ما بنعرفوش وما بيكونش جاي. المحاضرة كانت في الاسنشالز وبوست ديشارج نيوتريتي أو بي تيرمز وده نظرا لأن النيوتريشن لها أهمية كبيرة مش بس على شين الجراث ولكن على شين النيو والإميون ديفلوبمنت. بالتالي أكيد المحاضرة هتكون تو بروفايد انفورميشن how to provide a good nutrients for preterms, giving that to manage the intolerance, the broth, the new with immune development. Hey, what's the burden of prematurity? Here, احنا لما بيجينا الطفل بيبقى قدام مشكلة ان احنا نبقى مشغولين جدا على اللي هو التايم بريترم الطفل محتاج الفنتيليشن لكن الحقيقة الطفل بعد ما بيخرج ممكن يحصل له مشاكل كتير ومعروف دايما في الفولو اب كل ما الفولو اب كان اطول كل ما كان البحث او الريسيرش المعمول او المتابعه كانت افضل. ليه بنفوكس على البري تيرم بيرث والبري تيرم انفانس؟ لان البريماتيورتي بير سي دايركتلي مسؤوله عن حوالي 33% من في النيوناتال جيرني انفانسي وانديركتلي عن حوالي الجيل الثاني او ربع كمان يعني حوالي اكثر من نص المورتاليتي والموربيديتي بسبب البريماتيورتي عند ايدز كونسيكونسز. 60% او اكثر من حالات البري تيرم موجوده في افريقا وفي ساوث اسيا ومصر زي ما احنا شايفين من البلاد القامه شويه يعني فيها نسبة ريتيرمز حوالي 200,000 في 250,000 في السنة. فبيتو بريما ديوتي بيزيد وطبعا كلنا ملاحظين وده الحقيقة الاستادي دي في الكاريبيان ولاتين أمريكا واليونيسيف جايباها أو دبليو تي أو ومتوقعة إن الريت أوف بريما ديوتي يزيد على 2025 لحوالي 8% من نسبة الأطفال المولودين حاليا حوالي 6%. في مصر الحقيقة الاستادي دي معمولة في اليونيسيف برضه في 2015 شهر والإنسنس بتاع البري تيرمز حوالي على الأقل 16% من البيرثز وموجود أكثر نسبة بريماتيورتي في الرورال أريز ومتوقع طبعا بريماتيورتي يزيد نتيجة البيتو فيرتلايزيشن ومشاكل بتاعتها. ليه النيوتريشن بتاع البري تيرمز تشالنج؟ التشالنج طبعا عندنا واحنا بنركز دايما على التشالنج في اليونيتال كير يونت لان كتير اطفال البري تيرمز لما نبتدي نرضع نبقى مختلفين هندي وقت ملك وهندي ازاي
ازاي وهاو بيبر كونتريبيوتد ولا لا، وتبتدي تعمل فاصل قد ايه، يدي بروفيت فيد ولا لا، طب حصل كنترولرز نعمل ايه مع كنترولرز، مشاكل كتيره قوي. ده بتشغلنا عن نقطه مهمه جدا اللي هو بعد ما الطفل بيخرج، طيب هل النيوتريشن بتاعه مهم ولا لا؟ الامر في الظاهر، في الظاهر بتاعه انه سهل يعني خلاص الطفل بيخرج وبيوضع، لكن الحقيقه برضه الطفل ساعات بيخرج قبل ما يوصل للفول ماتيور. وبالتالي الحقيقه السلايد دي بتورينا هاو دي ستارز بتاعت البادي 35 24 اسبوع 25 اسبوع والفول تابس البلاد كانسر والاس كارفاس والبرين سايز التراكم كله تقريبا حوالي 20% من الفول تابس. البرين سايز بيبقى او برين ويف بيبقى حوالي 75 جرام، هنا 75 جرام في الفول تيرم 40 اسبوع. برضه اللينس بتاع البادي والويت وكل حاجه، لان الفتره الاخيره بتبقى في فتره ستورز وبالتالي مفيش ستورز وريكوايرمنتس هنا هتبقى عاليه في خلال الفتره اللي لغايه ما يوصل للفول تيرم على الاقل. ايضا البري تيرمز بالاضافه ان ما عندوش ريزيرفز ات بيرث، لكن برضه عنده كمان فيسيولوجيك و ميتابوليك ستريس. الاطفال دول بيبقى عندهم ريسبيرتوري ستريس وعندهم انفكشن وعندهم بيتعرضوا لهايبوثيرميا الكترولايت ديستربنس وخلافه، وبالتالي ده بيزود النيوتريشنال نيدز بتاعتهم. الحقيقه في حاجه ما هياش جديده الحقيقه لوكاس في القرن الماضي في 91 عمل ديفينيشن للبروجرامينج اتس بروسس باي ويتش ايرلي انسلتس ان اتيكال ستيتس اوف لايف او ديفلوبمنت ليد تو بيرمننت تشينجز في التيش ستراكشر اند فانكشن. فاي ديزيز دلوقتي ميتابوليك ديزيز خاصه الدايبيتس والهايبرتنشن والجوينت ديزيز والنايفات ديزيز و كل الكلام ده له علاقه بالبروجرامينج، والبروجرامينج له علاقه بالنيوتريشن خاصه في التيرن لايف. باركر كان بوسس باركر كان لاحظ اللينك بعد الحرب العالميه الاولى بين السمول هيد سايز في الاطفال في سنه 21 25 ديفلوبمنت اوف هارت ديزيز في الميدل ايج في بعد حوالي 40 الى 50 سنه. وعمل الهايبوثيسيس بتاعته دي كانت بداية الايه؟ الهايبوثيسيس بتاعتنا اللي هي نشر تو بيبرز في البداية في لانسيت في أواخر الثمانينات عن الريليشن بين الهيد سايز والمورتاليتي والنيوتريشن مع السكيمي كارديو ديزيز في انجلاند وويلز ويلز وايضا ويت ان انفانسي اند ديث اون سكيبر هارت ديزيز. نشرهم في 86 و 9 يعتبروا دلوقتي ان احنا بنتكلم في ويندو اوف اوبشناليتي فور نيوتريشنال اوبتمايزيشن. كل ما عملنا نيوتريشنال اوبتمايزيشن في البرينيتال لايف كل ما كان البرين ديفلوبمنت بيتر. واستوقف الحقيقه الريفيو ارتكل ده نظري منشور في البيدياتكس في مجله بتاعت الامريكا البيدياتكس سنه 2011، وكان الكونكلوجن بتاع بيلفورد كتال ان بريترز، وده الكونكلوجن الحقيقه خطير جدا. بريتر ويت اند بادي ماس اندكس بين تو تيرم لغايه فتره التيرم وبرشيتد وذ بيتر انفيرمنتال اوتكم after term حتى after term greater weight gain was also achieved with better outcome but increasing weight out of proportion to length does not confer additional benefit. اللي هو يوصل بيها للويست does not have additional benefit. المشكلة ان احنا عندنا الاطفال اللي بيدخلوا من data care unit بيخرجوا not responding to intrauterine growth. ده الانتراوترين growth الخط
هنا الحقيقه الاقتصاد الجديد ضعيف قوي، سيبوا الويت جين برايس ل 3 جرام كيلو جرام في الدي، حضرت المجموعه الثانيه او حوالي 17 جرام 8.10 جرام كيلو جرام في الدي، والمجموعه الثالثه 21 جرام كيلو جرام في الدي. وشافوا بعد كده الباين سكور، عمل موتور ديفلوبمنتال اندكس وشافوا هاو ماتش او هاو ماني بيبقوا اقل من 70، وفيزيكال ديفلوبمنتال اندكس برضه هاو ماني اقل من 70، وبيوت ديفلوبمنتال اندكس هاو ماني اقل من 70. وجدوا ان كل ما الويت جين كيلو جرام زاد، كل ما الانسنس اوف بيوت ديفلوبمنتال ريتاردشن كان اقل. وده ممكن شوفوا على السلايد دي السيرفر بوكسي مع بين الفيرست والثيرد. الفيرست بيبقى السيرفر بوكسي اندس 8 مرات 8 اضعاف، البين المنتال ديفلوبمنتال اندس اقل من 70 اكثر من مرتين ضعف، وبين السايكو موتور ديفلوبمنتال اندس حوالي مرتين ضعف، والانسنس مينتال امبيرمنت برضه حوالي 2.5 كافي. ده الفرق بين الاطفال اللي بتزيد بشكل كويس في المينتال كافي واللي بتزيد بس بشكل اقل في المينتال كافي. عندنا الايماتيوز عندهم ايماتيوز الجي اي تي، ايماتيوز الميتابوليك سيستم، والايماتيوز الكيدني، بحيث ان لو عملنا ممكن يحصل الكيمياء. وبشكل سنتر نيرف سيستم برضه عشان كوردينيشن عشان الجلد والنرف، والنيرف سيستم برضه عنده ايماتيوريتي. كل دول يعني هانكابس في عمليه النيوتريشن فيد، سواء في الستارت او في استكمال النيوتريشن بعد كده. الجاي تي عنده ايماتيوريتي بالبارير لغايه 38 اسبوع، و لغاية 38 أسبوع في الفيروس الماتيور، وده بيسمح بترانسبورتيشن أوف أورجانيزمز من الجي أي تي إلى البلد، ويحصل كولونيزيشن ويز بريف بكتيريا أو بيبقى ديلي في الفري تيرمز، سواء عملنا فيد أو ما عملناش. ودي عملية الكويست فيد طبعا إنه بينكرج البريف بكتيريا ونورمال بكتيريا، والريشيو بين البريف بكتيريا والماتيور بكتيريا ديكريز في تمس، وده طبعا يأثر على ال كولونيزيشن بتاع الجسم ويزود الريسك اوف نك، وده من احد الاسباب ليه النك اكتر في البي تمس. الفات ديجيشن والحقيقه الفات ابسوربشن في ليميتيشن كبير، الفات ابسوربشن في حوالي 60% من الفات ابسورب في الاطفال 32 اسبوع، وبيطلع 90% عند 40 اسبوع. لو اكتيفيتي في الفانكيز وفايد اكسسيبيشن برضو ده من ضمن المشاكل الموجودة في البي تيرمز. في البي تيرمز لو دي ساتوريز انزايم، دي ساتوريز انزايم مسؤول عن تحويل الانوليك والالفا ليمونيك اسيد الى ال اتش اي و دي اتش اي دي اي دي اتش اي، وبالتالي بيصبح تو سبستانس ال دي اتش اي و اللي هو الانتيبوليك اسيد والكورتيزا هيكسامايك اسيد، بيبقوا كونديشنالي اسينشال في الحاله البي تيرمز، والمفترض انه احيانا بنحتاج تو بي سبلمنت دايت اللي مش عن طريق النوريك والنوريك اسيد. البروتين الامينو اسيد باسويز او بي ماتيور بيبدا بيأثر على السيستم، والانزيم سوسيسز اوف ال سي او في الكورتيزا. البريست ميك طبعا از بيست انه ياخد طفل من اول يوم، وذا بيست انه يكمل عليه على طول. والسكويشن الحقيقه بتاع فورتيفيكيشن بيصار، ويمكن في كلام عليه دلوقتي، لكن هو في الاول وفي الاخر هي قصه انه هل بيحقق بعض البريست ميك يمكن لو كالوريك، وبعض الانفس ما هياش كومبليتي، ولكن هي القصة كلها هل تحقق الكواست الشامل للنس
ممكن شمل او ممكن ما بيلحقش الباص كويس، هنا فورستيشن ممكن يبقى فيه كلام. الحقيقه اي كان ولكن انسفيشنت ان بروتينز والمينرالز احيانا البيتامز بعد الشرج بيحتاج حوالي من 2.5 الى 3.5 جرام بير كيلو جرام بير داي، وده ممكن ما يحققش البريسبين. وفي البلازما بيدي هاي كوانتس انترايبرز، ممكن نلاحظ لو الطفل مش على البريسبين ممكن ما بيحصلش كوميونيكيشن للدواء في الوقت المستغرق، وعشان كده احيانا بيعملوا له فورتيفيكيشن. محتاجين فورتيفيكيشن الفورتيفايز، وده للاسف مش موجود في مصر. الوطن دي كي كونسرفيشن، هنعمل ايه بناء على التمويلات؟ محتاجين هاي انرجي فورمولا، يعني فورمولا لابد تبقى هاي انرجي، وده احد الاسباب اللي ممكن اعمل فيها فورتيفيكيشن كويسه. نتيجه لور كاست كاباسيتي، ونتيجه ان انا محتاج نتيجه بريكين، يبقى هنا ممكن اعوض الكاباسيتي الكبيره ان انا ادي هاي كالوريك فورمولا. اون ذا اذر هاند، لو اديت اكسسيف انرجي او اكسسيف كالوريك انرجي لين تو لاسو زارز نيك ويز الكيدي اوفر لوك، وبالتالي برضه هنا هتبتدي اكسس كالوريك دنستي او هاي كالوريك دنستي فلوز او ميلك، ممكن دوت يكون له سايد افكتس على الجي ار تي وعلى الكيدي. البروتين كواليتي المهم قوي في البروتين كواليتي، ومهم قوي كواليتي البروتين. نعرف دلوقتي ليه البروتين كواليتي أنا مهم في الوصف وفهم البرامج والوكس والتين فاس. وطبعاً يتمنز الوصف والعيد، الوصف والجيد والعيد. مهم أوي المتابعة للوصف ومتابعة الويت، والبابو مهم جداً الناس والناس الكامفرس. التنفرس أقصر في الكلمنتال أكثر. طبعاً لو دينا إكسس بروتين هنا هيحصل ميتابوليك أسيدوز، والهاي بلاد يوريا نيتروجين ليفلز والليبيد بلازما كونسنتريشن وصام امينو اسيد، ويدور ممكن يعمل لوجيك واحتياج وان زي التريبتوفان كنا بنتكلم عن باثولوجي في التريبتوفان اي كيو اي كي 2، لكن هنا حتى في الاطفال الفري تيرمز ممكن يزيد مستوى التريبتوفان في الاطفال اللي بيعملوا اكسس بروتين او اكسس امينو اسيد. الواي ادابت الفورمولا ويمشي فورملا هنا هتدي ادفانش اوفر دي ازايد فورملا او دون فورملا، لان فيها هنا هاي ليفل اوف لايسين، وده مهم علشان فاست باث سيستم ويش اسينشال في البي تيرمز ممكن في الكو تيرمز مور اسينشال، واللور ليفل اوف تايوزين 70 اوفر 39، ودول ممكن يعملوا في مشاكل في البرين والبيوت ديفلوبمنت. يوكروتايز والحقيقه الموضوع ده يوكروتايز اثير بشكل كبير قوي، وصراحه احنا متقصرين جدا في حق اولادنا، لان احيانا نظرا للظروف الاقتصاديه بيبقى في بعض الالبان اللي مفيش فيها دوس اسينشال ليفلز، يعني مش مسموح بره اعتقد في اي دوله بتحترم اطفالها ان يعطوهم لبن اطفال خالي من الميكروسايز. الميكروسايز زي ما عارفين خدناه مش عارف ايام الكيمياء والخلاف سنين طويله، الخيبات في فوسفين جروب بنتوز شوكر ونيتروجين سبيس، وبناء عليه بتقسمه لخمسه ميكروسايز بيلوين سنين وميكروسايز سنين وعدين سايتوزين ويواسين بيطيبين. النيوكليوتايدز احيانا بيبقى ينوفو سينسيس من بيرنت امينو اسيدز، يعني البادي بيعملهم من البيرنت امينو اسيدز، والاذر بيرفيوز اللي هو الفوسفيت والسوبرز او سلفاج. سلفاج يعني ريسايكلينج من الخلايا او
دكتور محمد ايوه one minute اقعد من اوكي انا اقعد من وي اوت حياتي الصباح والحقيقه حياتي الصباح ساعات بيبقوا في السنشن ان احنا نديهم لو في فتره طويله من السيل او فاستنج او اكسس سيل ديس وده مشهور قوي في البري تايم وبالتالي في اغلب البري تايمز الليكوبايتس ار فيري سيشن الليكوبايتس مهمه قوي في الميون سيستم لانها في استيميليت production of interleukin 2 and interleukin 6 with that we have submission in various batches in various batches of them and submission in the external B-cells عشان تطلع plasma cells عشان تطلع IgA وتعمل MCP to IgA زي ما عارفين في الانتجي in fact it provide energy ولكن الحياة برضو بيبقى فيه lack of absorption عشان كده medium chain provide precise قد تكون مهمة لأنها ما تحتاجش الليفيز ما تحتاجش البايت أسيد اللي هي بيبقى تفشل في الكمبيوتر وبتساعد في الكالسيوم وفي المغنيسيوم أبزوربشن. الاسباجان بيقول أو ريكومندد إن الميدام شين لايف سايز ما تزيدش على 40% من التوتال فات المعطى. الاسينشال فاتي أسيد مهمة والمالتو ديكستريت برضو احد الحلول اللي تساعد الابزوربشن بتاع الكربوهيدرات لان بتساعد الصديق الميليس الابزوربشن وبتساعد بيبقى ثابت وبيتحول الى جلوكوز بشكل اسرع والبلد بريشر بتاعه بيبقى اقل وبيساعد في الجاستيك انتيك بشكل اسرع. كالسيوم ابزوربشن برضو مهم كالسيوم فوسفاسيشن مهم مشكلة ان احنا ندي كالسيوم في القادم مشكلة ان يبقى فيه اوفر ريشيو بين الكالسيوم والفوسفورس علشان يعمل سبلايز والبون انسيتي تبقى كويسة. التيك هوم مسج نيوتريشن تشالنجز دو نوت ستوب باي ديشارج ودي نقطة مهمة جدا خاصة للشباب ان لابد الطفل يتابع ويتابع مش بالار او بي بس او دي بس لان نسبة كبيرة جدا حوالي 80% من الاطفال اللي بتقولنا في البري تيرم فوق عن 230 اسبوع فوق عن 230 اسبوع محتاجين ممكن مش محتاجين تكنولوجيا عاليه ولكن محتاجين اهتمام اكثر سواء اثناء او بعد والنيوتريشن خاصه مهمه جدا. فاك كونتينيو ديرافتر بروفايد ديفيس تشارج فور جروث اند جرو ديفلوبمنت وبوست تشارج نيوتريشن بيرنس B-terms are at risk of cross failure in your neonatal period or post-discharge IV. And such data in the neonatal cross failure, there is a window of catch-up graft in outward cell. That window of catch-up graft, in which linear and your developmental outcome can be affected. Different in my research ways, starting in the fund in the inside by graft inspection, we have a low check in your development market, and that is in outward cell. The bottom of the window must do. The strategy to monitor growth and development of discharge is crucial. لابد عمل strategy to monitor growth and development. This strategy should be individualized, individualized. يعني كل طفل غير تاني. Nutritional needs of very low birth weight are wide ranging. Okay. وشكرا على